إن هذه الممارسات الإيرانية العدوانية جعلت المجتمع الدولي يصنفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، ووضعتها تحت طائلة العقوبات بسبب انتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية وسيادة الدول، وزعزع وزرع الخلايا الإرهابية وتهريب الأسلحة والاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومحرمتها، وانتهاج سياسة اغتيال الدبلوماسيين وخلق عملاء لها في منطقتنا العربية مثل الحوثيين وحزب الله. لا تنسى الاشتراك وتفعيل التنبيهات لمتابعة كل جديد.